يا أستاذ غالب، ما يجري من احتجاجات عارمة في إيران تتشابه مطالبها ومظلوميتها كالتي تجري هنا في العراق بسبب سطوة رجال الدين واضطهاد الحرية. وأيضا راقبت ما كان يصدر أو قد صدر من مرجعية قم من طلاب ومدرسي هذه المرجعية عندما انتقدوا السلطة وانتقدوا ولاية الفقيه. الناس بدأت تتحرر. الاحتجاج في العراق والاحتجاج في إيران هل سيكونان عاملان دعم أو ظهير لبعضهم البعض لأنهم يلتقون بنفس الإطار وبنفس الأسباب والمسببات؟ في الحقيقة قبل أن أجيبك على هذا السؤال، شوف أخي عدنان، المرجعية صاحت وقالت إننا لسنا طرف في تعيين أي رئيس وزراء عراقي، وخرج السيد مقتدى الصدر وبعظمة لسانه قال لا يمكن أن يكون هناك رئيس وزراء إلا وأنا أعينه بهذا المعنى، وموجود التصريح. وعن عادل عبد المهدي قال أنا اللي عينت عبد المهدي وأنا بتغريدة بتقصقص طيرته، نص العبارات تقريبا يعني. نعم. رغم كل هذا شو يقولون؟ أي. ابن السيد السيستاني هو اللي عين عادل عبد المهدي. زين، مو أمامكم ملككم، مو أمامكم سيد مقتدى الصدر دا يقول بكل صراحة، دا يقول أنا اللي عينت يا إلهي، وده يقول له مو أني ما يصير كذا. فشوف الجرأة، وشوف تريد أنه هيك طبقة سياسية تخلي المرجعية تشتغل بكيفها. لا، ذولا هم لا تنسى ترى مو مثل قبل، هذول عندهم أموال طائلة أخ عدنان، وعندهم مرتزقة، وعندهم إعلام مأجور، وعدهم دول تدعمهم، وعدهم أحزاب، وعدهم قوى مسلحة، وعدهم يعني هذا مو بهالشكل. هذول من الصعب الآن يعني رادفة جهد استثنائي. وعلى أي حال، أنا أجاوبك على هذا السؤال، أنا ما أعتقد إلى أن هناك نوع من التجاذب اللي موجود ما بين ما يحصل في إيران وما بين ما يحصل في العراق. بالحقيقة ما يحصل في إيران هو ليس رد على رجال الدين، المجتهدين الكبار موجودين، وبعض المجتهدين الكبار نقدوا لم ينقدوا النظام الإسلامي بقدر ما نقدوا طريقة التطبيق. بصراحة راح أصير معك واقعي 100%، وأنا فارسي أعرف ومتابع الأمر الفارسي، يعني هم اللي نقدوا يعني مثل فلان، وهم مراجع كبار، جواد يعامل يخو معروف هو أستاذ الفلسفة والعرفان، مكارم الشيرازي، حتى بعض علماء الاجتماع في الجامعات الإيرانية وهم ذو اتجاه إسلامي وولائي انتقدوا الإداء ولم ينتقدوا الفكرة بشكل عامل بشكل كامل. يعني هم قراءتهم أنه النظام يكمل الإسلامي يعني، ولكن انتقدوا الأداء. هنا في الحقيقة اللي موجود عندنا بالعراق ما صار بيد الإسلاميين ديش السلطة وذاك الوضوح بالهوية عند الموجود في إيران. في إيران موجود ولاية فقيه وموجود مؤسسات ضخمة. عدنان أخ عدنان نجم، نجم موجود أيضا الأخ نجم، وموجود 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 عمائم عريقة بالعمل السياسي مو جديدة يعني، يعني كلها صار لها 50 سنة و60 سنة بالعمل السياسي. أي. وأما هؤلاء اللي موجودين ثق واعتقد لا ينطبق عليهم إلا عنوان أطفال سياسة وهواة سياسة وسياسية الصدفة.